أعلنت وزارة الصحة عن استلامها 50,000 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية. وقالت الأستاذة فاطمة عبد الواحد الأحمد الوكيل المساعد للموارد والخدمات أنه تم التنسيق لتوزيع الشحنات على مختلف المراكز الصحية والمرافق المعنية بالتطعيم بوزارة الصحة، استعدادا لاستقبال المترددين من أفراد المجتمع والراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية. وأوضحت الوكيل المساعد للموارد والخدمات أن الوزارة بانتظار وصول الدفعة الثانية من اللقاح والبالغ عددها 50,000 جرعة خلال النصف الثاني من هذا الشهر، حيث أنها وضعت خطة لتغطية طلبات الراغبين باللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية، سعيا لتوفير أقصى درجات الأمن الصحي وتعزيز الوقاية بين أفراد المجتمع. وأشارت إلى أن اللقاحات الخاصة بفيروس الإنفلونزا الموسمية سيتم توفيرها بكميات كافية في جميع المراكز الصحية في مملكة البحرين من أجل الوقاية والحماية، لا سيما لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، والتي يتوجب عليها أخذ اللقاحات المضادة لفيروس الإنفلونزا الموسمية لفعاليتها وأمنها.